سامعين كده يا جماعة ولا ايه؟ سامعين يا باشمهندس؟ طيب، فبالتالي زي ما قلت كده يا جماعة، بالنسبة للستارتنج بيكون في تيار عالي مسحوب من الاندكشن ماشين. طبعا قلنا تفسيره ان انت بتكون عندك مقاومة الروتر صغيرة، وبالتالي التيار بتبقى قيمته ايه؟ بتبقى قيمته عالية. طيب احنا عندنا نوعين من الاندكشن ماشين زي ما انتم عارفين، اللي هو الووند روتر، والتاني النوع التاني اللي هو السكويرل كيج اندكشن ماشين. طبعا اغلب الماشين اللي موجوده عندنا والمحيطه حوالينا هي مين؟ هي السكويرل كيج اندكشن ماشين، مش الووند روتر. الووند روتر بالنسبه للستارتنج بتاعها بيبقى عباره عن ايه؟ لو انت عاوز يعني تحصل على بيرفورمانس كويس عند الستارتنج، كل اللي انت بتعمله بس ان انت بتحط مع دايره الروتر مقاومه تانية توصلها ان سيريز، تبدا تغير في قيمه المقاومه بالتدريج لغايه لما ايه، لغايه لما الماشين توصل للريتد سبيد. طبعا برضو الكلام دوت بيعتمد على مين، او يعني هدفك دايما دايما هدفك في اي ماشين بالنسبه للجزء بتاع الستارتنج دوت، هدفك او هدف الماشين ديزاينر دايما انك انت تخلي الستارتنج تورك عالي جدا اكبر ما يكون، والستارتنج كارنت اقل ما يكون. هي دي المعادله الصعبه اللي انت المفروض، او المفروض اي واحد بيصمم اي ماشين بيحاول ان هو يحققها، ان هو يخلي الستارتنج كارنت صغير والستارتنج تورك ايه، عالي. ده المين اوبجكتيف. فطبعا في الوند روتر كنت سهل انك تعمل كده، بتوصل مقاومه، المقاومه دي بتكون سيريز مع دايره الروتر، فبالتالي كل ما تكبر قيمة المقاومة ديت كل ما تعجل النقطة اللي بيحصل فيها الماكسيمم توك. يعني ايه النقطة اللي بيحصل فيها الماكسيمم توك؟ بنسميها الاس ماكس. تغيير المقاومة مش بيأثر على النقطة ديت بس، بيأثر على مكان حدوثها. يعني مثلا لو انت كبرت المقاومة، كل ما تكبر قيمة مقاومة الروتر، كل ما ايه، كل ما الماكسيمم تورك يبدأ يقرب من الستارتنج، فبالتالي تقدر تخلي اقصى حاجه اللي هو الماكسيمم تورك عند الستارت. كل ده في الوند روتر. لكن في السكورال كيرج لا، الصوره معقده شويه، لان انت عندك السكورال كيرج عباره عن مجموعه من البارز، البارز ديت امبيدد جوه الروتر، فبالتالي مقاومتها نو واي انك ايه، انك تغيرها. هي مقاومه ثابته. عشان تغير المقاومه ديت طبعا يعني مستحيل تغيرها والموتور شغال، لانها برضو مش اكسسبل. الجزء بتاع الروتور دوت مش اكسسبل كومباكت. وطبعا دي كانت ميزه وعيب في نفس الوقت. ميزه ان انت عندك الروتور الجزء كله عباره عن حاجه واحده، فبالتالي مش محتاج لصص. وعيب ان قيمه المقاومه ايه، قيمه المقاومه ثابته مش هتتغير، هتفضل معاك دايما. لو انا عاوز اغير قيمه المقاومه ديت حسب الابلكيشن اللي عندي، يعني مثلا لو انت عندك مروحه مش هيفرق معاك خالص قيمه الستارتنج تورك، لان في المروحه او في الفان طيب لو التورك بيتناسب مع مربع مين؟ مع مربع السرعه. وطبعا نفس القاعده ديت موجوده فين برضو؟ موجوده في البامب. يعني التورك بيتناسب مع مربع السرعه في البامب، ومين في البامب؟ وفي الفان. بالتالي مش محتاج انك ايه، مش محتاج ان يبقى عندك ستارتنج تورك عالي. طيب لو انت عندك ابلكيشن محتاج مش مهندس، اتفضل. هو مفيش حضرتك ورق يعني حضرتك تشرح عليه مثلا، او ورق ملخص الكلام ده لا، حضرتك بتقوله؟ هو انا بحاول بس يا جماعه، يعني ايه، بحاول الخص لكم. انا مش بقول الكلام ده من ورا حتى، انا بس بقى يعني بكون لك الصوره ايه هي اللي احنا هنتكلم عليه. تمام، يعني ركز معايا بس، هتلاقي الكلام دوت الدكتور قايله في الموضوع. طيب فكنت انا بقول فبالتالي بالنسبه للسكورال كيج اندكشن موتور، بعض الابلكيشنز مش بتحتاج يعني ان يبقى عندك موجود ستارتنج تورك عالي، وطبعا بعض الابلكيشن بتحتاج. طيب فلنفترض ان انت عاوز ستارتنج تورك عالي، تعمل ايه بقى؟ الناس طبعا فكرت في الاسلوب دوت من سنين، من عشرات السنين، وقال لك ان احنا
هنعمل من السكورال كيدج اندكشن، خلي بالك السكورال كيدج مش الونت روتر، من السكورال كيدج اندكشن ماشينز مجموعه من الكلاسز. الكلاسز ديت كانها عائلات، يعني كان السكورال كيدج اندكشن موتور دوت بينتمي لمجموعه من العائلات. كام عيله؟ 6 عائلات، الاي والبي والسي والدي والاي والام. دول بالظبط الست عائلات بتوع مين؟ بتوع 3 فيز اندكشن موتور. يعني اي 3 فيز اندكشن او سكورال كيدج موتور بتشوفه حضرتك، الموتور دوت بيبقى ايه؟ هو ينتمي لعائله من العائلات ديت الست. هل هو كلاس A ولا B ولا C ولا D؟ بيعتمد على مين؟ بيعتمد على الابلكيشن اللي الموتور هيبقى مستخدم فيه. يعني انت اللي بتحدد الموتور دوت هيبقى كلاس اي كلاس، وطبعا على حسب الموتور دوت ليه او بيحتاج ستارتنج تورك قد ايه. خلاص، فبالتالي طبعا البديهي لو انت عاوز تزود مقاومة الروتر انك تستخدم ماتيريال ليها مقاومة اعلى، صح كده؟ بس طبعا عشان تزود مقاومة الروتر بماتيريال اعلى، ده معناه ان مقاومة الروتر هتبقى دايما كبيرة، يعني حتى عند الرننج هتبقى كبيرة، وده معناه ان انت هيبقى عندك لوسز عالية دايما موجودة في الروتر، وده معناه برضو efficiency صغيرة. وطبعا زي ما تعرفوا بعدين ان في عندنا في الماشينز عامة حاجة اسمها الـ efficiency classes. efficiency classes في حاجة اسمها الـ IE2 والـ IE3 والـ IE4 والـ IE5. طبعا في الاتحاد الأوروبي أغلب المشين بتبقى بتدور عن ما بين الـ IE3 والـ IE4، احنا ما عندناش كده. فبالتالي ده بينص ان يعني بيقول للمصنع كده ان انت هتصنع لي اندكشن موتور بس هيبقى ليه ايه؟ هيبقى ليه كفاءة بريميوم، يعني تبقى IE4 مثلا اللي هو رينج معين الكفاءات للمشين. فبالتالي ما اقدرش ان انا ايه استخدم الحل ده ان هو ان انا اكبر مقاومة مين؟ ان انا اكبر مقاومة الروتر. من الستة دول او من الستة كلاسز، عاوزك تبقى فاكر بس ان في 4 كلاسز هما الاساسيين وهما المستخدمين، اللي هو الـ A والـ B والـ C والـ D. دول اكتر كلاسز مستخدمة. كلاس A اللي هو العادي اللي الناس كلها عارفاه، اللي هو يعني كيرف المشهور. كلاس B بيتميز طبعا ان انت عندك ايه؟ ان انت عندك ستارتنج كارنت بيبقى صغير، بيبقى ليه ستارتنج كارنت صغير، دي حاجه بتميزه. كلاس C بيبقى ليه ستارتنج تورك عالي جدا. كلاس D بيبقى نفس القصه، ستارتنج كارنت صغير وستارتنج تورك عالي جدا. طيب بيغير فين بقى؟ من هنا بقى بنبدا نقول مفهوم الدبل كيتش، ان هو تقدر انك توفر مقاومة متغيرة في السكورال كيج اندكشن موتور. يعني ايه مقاومة متغيرة؟ عن طريق انك تحط 2 كيج، مش كيج واحدة، كيج بنسميها الانر كيج وكيج تانية بنسميها الاوتر كيج. كل واحدة فيهم بيكون ليها امبيدنس وخصائص معينة. طبعا انت كل اللي انت محتاجه عند الستارتنج ان مقاومة الروتر تبقى ايه؟ مقاومة الروتر تبقى عالية، صح كده؟ وعند الرننج هو عند الفول لود مقاومة الروتر تبقى صغيرة. ليه؟ عشان تحصل على efficiency عالية، وده اللي بيحصل في الدبل او الدول كيج اندكشن.
عند الستارتنج بيكون الفريكوانسي عالي، يعني التيار بتبقى قيمته ايه؟ بتبقى قيمته عاليه. لو انت تخيلت الصوره دي كده، ان انت عندك 2 كيتش، يعني ممكن نختزلها لو انت قطعت سيكشن من الروتر هتشوف 2 سلوت، هتشوف سلوت بنسميها الاوتر سلوت اللي هي قريبه من الاير جاب، وسلوت ثانيه بنسميها الانر سلوت اللي هي اللي بعيده من الاير جاب او قريبه من الشنط. فبالتالي عند لحظه الستارتنج طبعا كل واحده من دول او كل بار من دول بيبقى ليها مقاومه واندكتنس، بيبقى ليها ار وال. عند الستارتنج طبعا الاندكتنس دايما بتتناسب مع مين؟ بتتناسب مع الفريكوانسي، يعني لما يكون الفريكوانسي عالي هتبقى قيمه الاندكتنس ايه؟ هتبقى قيمه الاندكتنس عاليه. تلاحظ ان انت عندك عند الستارتنج بيبقى الفريكوانسي اللي عندك عالي، ودايما بنختار الاوتر، الاوتر كيج بيبقى ليها كروس سكشن اريا صغير، يعني ليها مقاومه عاليه، فبالتالي بحيث انها توفر ستارتنج تور عالي. وطبعا اغلب التيار عارفين طبعا انتوا ان في ظاهره عندنا بنسميها ظاهره التجلد، التجلد اللي هي السكين افكت، ان لما يكون كل ما الفريكوانسي يعلى كل ما التيار بيتجه ان هو يبقى نون يونيفورم جوه الكروس سكشن، يعني بيتجه ان هو يمشي على سطح الكونتاكتور. فبالتالي اغلب التيار هتلاقيه ماشي في الستارتنج ماشي على سطح مين؟ على الاوتر كيج. مجرد ما الماشين تبدا تدور، مجرد ما عندك يحصل ان الفريكوانسي يقل ويبدا يقرب من الدي سي، طبعا في الدي سي بيبقى مفيش تقريبا سكين افكت، او بيبقى عندك التيار متوزع بشكل يونيفورم على الكروس سكشن. فبالتالي كانك بالظبط بتقول ايه؟ ان الكروس سكشن كانت صغيره، يعني المقاومه كانت كبيره عند فريكوانسي عالي او عند الستارتنج، ومجرد ما الماشين دارت المقاومه ديت كبرت. فاهمين ازاي؟ المقاومه كبرت نتيجه ايه؟ نتيجه ان التيار بدا يتوزع بشكل منتظم، فبالتالي كأن الكروس سكشن اريا زادت، فبالتالي المقاومة قلت، يعني كأنك بالظبط حسنت او وفرت مقاومة متغيرة من نفس مين؟ من نفس السايز، بس طبعا على حساب تكلفة مين؟ تكلفة اضافة كيرج تانية. كل ده بس عشان مين؟ عشان تحسن، كل ده عشان تحسن الستارتنج بيرفورمانس. طبعا ده في قبل، يعني كانوا بيستخدموا الكلام دوت قبل ظهور، قليل قوي بعد طبعا قبل ظهور الانفرتر، لان انا عن طريق الانفرتر اقدر اخلي الاندكشن ماشين توفر ماكسيمم تورك حتى عند الستارت، اقدر اغير في الكاركترستيك بتاعت الاندكشن ماشين عن طريق ان انا اغير الجهد مع الفريكوانسي واخلي الفلكس ثابت حتى عند الستارت. فبالتالي استخدام الدبل كيج بيبقى ايه؟ محدود شويه، بس طبعا لازم نبقى عارفينها عشان وارد ان انت لما تتخرج تشوف دبل كيج. كل الفكره هنا ان انت عندك نفس الايكوفالنت سيركت اللي كانت قبل كده، اللي هي ريزيستنس اندكتنس اندكتنس ريزيستنس اندكتنس، بس طبعا في ايه؟ في دايره الروتر ضفنا جزء بارلل اللي هو الاندكتنس مع الريزيستنس، ضفنا الجزء البارلل دوت بهدف ان احنا نقول ان في عندنا برانش تاني او في كيج تانية موجوده في الروتر، بس مش اكتر. فبالتالي متوقع برضو ان هتبقى لو انت عندك بتحل المثال ده هيبقى عندك نفس البارامترز اللي كانت قبل كده مع اضافه
ار على اس زائد جي اكس، ار 2 على اس زائد جي اكس 2 لمين؟ للاوتر كيدج او للانر كيدج، مش يعني مش تبقى فرق. ده كل اللي اختلف. طيب تعالوا نشوف اول مثال عندنا هنا. اول مثال شايفين كده يا جماعه ولا ايه؟ باشمهندسين اه يا باشمهندس، بس في لاج كبير شوية، معرفش عند كل الناس ولا عندي بس. طيب هل اللاج ده يا جماعه عند الكل ولا عند زميلكم بس؟ حرك الماوس كده يا هندسه. في لاج برضو؟ لا اعتقد حاجه يعني ثانيه او ثانيتين، يعني حاجه ما تاثرش يعني. طيب فاول مثال عندنا في الشيت يا جماعه بيقول لك عندك دبل كيج ثري فيز اندكشن موتور 4 بول، الانر كيج امبيدنس ب2 من 10 زائد جي 8 من 10، والاوتر كيج امبيدنس ب6 من 10 زائد 2 من 10 زائد جي 2 من 10. تلاحظ ايه بقى في الاثنين دول؟ ان الانر كيج ليها مقاومه اكبر من الاوتر كيج، وليها اندكتنس اكبر. الانر كيج ليها مقاومه اصغر من مقاومه الاوتر كيج. طبعا احنا قلنا زي ما احنا قلنا دلوقتي ان الاوتر كيج هي اللي بيمشي فيها يعني ايه اغلب التيار في الستارتنج، فبالتالي بتبقى قيمه المقاومه دي عاليه اللي هي هنا ب6 من 10، لكن الانر بكام؟ ب2 من 10. والاوتر كيج ليها ليكج اندكتنس اصغر من الانر كيج. طبعا دايما دايما طبعا انا قلت لك ان دي بنسميها ليكج، ليكج اندكتنس، لانها ناتجه عن الليكج فلكس اللي هو بيقطع ملف واحد بس مش بيقطع ملفين، اللي هو الفلكس اللي هو بيتسرب، يعني مش بيكون مش بيقطع الستيتور والروتور مع بعض. فبالتالي ده اقرب ما يكون لمين؟ اقرب ما يكون للانر مش الاوتر، لان الاوتر قريبه من الارجاب وبالتالي قريبه من الستيتور، فبالتالي الفلكس اللي هيكون موجود فيها هيبقى اغلبه ميوتشال، يعني بيقطع الستيتور والروتور. او ممكن نقول برضه ان كل ما الفلكس كل ما تقرب من الشافت كل ما الليكج اندكتنس تزيد، عشان كده الانر روتر ليه ليكج اندكتنس اكبر من الاوتر كيج. طيب ايه المطلوب؟ بيقول لك تحسب الريشيو بتاع التورك ديفلوبد بالاثنين كيج. طبعا التورك بتاع الموتور هو التورك بتاع مين؟ بتاع الانر كيج زائد التورك بتاع الاوتر كيج الاثنين مع بعض. وطبعا ده بيخليك ان انت في الديزاين تقدر بقى تغير الريشيو بتاعته، بس طبعا يبقى كله برضو مرتبط بحسابات الافشنسي، ان في النهايه دي مقاومه وفي النهايه دي لوسز، في النهايه لوسز يعني حراره موجوده عندك فين؟ موجوده في الروتر بغض النظر عن البرفورمانس انت محتاجه. فهو بيقول لك احسب الريشيو بتاعه التورك الاوتر على الانر عند الستاند ستيل وعند سليب بيساوي 2%. هل الكلام ده ازاي؟ طبعا لازم نرجع للكوفرنت سيركت، بما ان هو هنا اصلا مش قايل لك اي معلومات عن ايه؟ عن اي حاجه تقريبا. لا قايل لك فولت ولا قايل لك تفصيل ولا قايل لك اي حاجه. فبالتالي طيب هنفصل بس عشان الاذان يا جماعه دقيقتين.
هندسة وحضرتك في ايه؟ باشمهندس فرق اصلا مش معانا في الميت. طب ايه، نخرج احنا كمان ولا ايه ظروفنا؟ مش فاهم. هو الصوت قفل يا جماعة ولا حاجة؟ طب يا جدعان، ايه يا جدعان؟ هو ايه اللي حصل يا مصطفى اصلا؟ انا فجأة لقيت الباشمهندس سكت، فبحسب عشان الاذان وكده يعني، بس انا هرن عليه. والله كنت حاسب زيك كده، انا بقول نخرج ونفكك. شوف كده رن عليه. ميتنج هو قال يا ابني، متسجل. هو قال صح، الميتنج رد متسجل. عليه. هو ايه يا بس مصطفى شوف اللي انت كويس، منزله ده يا مصطفى؟ الراجل ده بحترم مصطفى تقديره. يا رجالة. مصطفى عادي. ايه يا ابني، بس ما ايه تقولش يا اسطى كده اللي منزله ده؟ ايه عايز اعرف رد، ايه رد الدكتور عليك لما بعت له ده؟ يا اسطى. بس انا تعبان والله، انا بجد تعبان. ايه رد عليك؟ قال استنى يا باشمهندس، هو حضرتك اللي خرجت الميتنج؟ خلاص ماشي، اوكي ماشي. عم رد مين؟ قال لي هبعت الكلام ده للدكاترة اهو، هبعتهم في جروب بتاع الدكاترة. سألني، قال لي حاول يعني كويزات، قال لي حاول كويزات اللي قبل الميد ترم زي كويز دكتور عادل ده تلغيه اصلا، يعني تجبره ان هو يضيف لك درجات. مصطفى مين؟ الميتنج ده ريكوردد يا رجالة. ماشي اوكي ماشي اوكي، ما انت عارف مصطفى مش هيقول كلمة غلط يعني. انا مش بتكلم عليك انت درش. مصطفى مين؟ هذا ايوه مين يا عم؟ يا ايه عم، يا عم انت مش يا عم شايفك. خلاص يا جماعة نكمل، خلاص خلاص. خلاص يا جماعة نكمل. يا باشمهندس بس عندك صوت كده، في دوشة كبيرة. كده برضو دوشة. في دوشة كده، كأني زي مروحة أو حاجة كده بتعمل جامد في المايك. طب كده لا كده تمام. تمام ماشي، مش مشكلة. طيب يبقى احنا كنا بنتكلم على أول مثال عندنا في الشيت. فطبعا زي ما قلنا المثال دوت بيقول لك عندك دبل كيج 3 فيز اندكشن موتور، وكده عندك الانر كيج بالقيمه ديت والاوتر كيج بالقيمه ديت، وبيقول لك احسب الريشيو بتاعت التورك اللي هو الاوتر كيج تورك على الانر كيج تورك عند الستاند ستيل، يعني عند الستيب 1 وعند الستيب 2%. قلنا طبعا قبل ما نحل الجزء دوت لازم تعرف الايكوفالنت سيركت اللي عندك هي عباره عن ايه. هو هنا انت مش جيفن عندك الا اتنين ايه، الا اتنين امبيدنس، فبالتالي الكوفرت سيركت هتبقى عباره عن ايه، سورس واتنين امبيدنس، يعني هتهمل البارلل برانش اللي هو الماجنتايزيشن برانش، وهتهمل الامبيدنس بتاعه الستيتور او الامبيدنس عامه اللي هي ار 1 زائد اكس 1. فبالتالي هتلاقي الكوفرت سيركت عندك حاجه بالشكل ده، سورس في 1 تيار اي 1، وطبعا ده الانر كيدج، وده مين، وده الاوتر كيدج. فبالتالي التيار اللي هو اي انر واي اوتر دوت نحسبهم ازاي؟ الاي انر هيبقى عباره عن الفي على المقاومه اللي هي 2 من 10 على اس زائد جي 8 من 10، والاي اوتر هيبقى الجهد على ال 6 من 10 على اس زائد جي 2 من 10. دي كده التيارات. طيب التورك بقى نحسبه ازاي؟ احنا عاوزين نحسب الريشيو بتاع التورك، فبالتالي لازم نحسب ايه؟ التورك. التورك عباره عن ايه؟ طبعا باختصار التورك عباره عن
الاير جاب باور على الاوميجا اس، صح كده؟ والاير جاب باور كانت بتساوي ايه؟ 3 اي 2 سكوير في ار 2 على اس. دي اللي هي مين؟ دي الاير جاب باور، اللي هي زي ما قلت تاني 3 اي 2 سكوير في ار 2 على اس. فبالتالي كانك بتقول ان التورك هو عباره عن ايه؟ 3 اي 2 سكوير في ار 2 على اس على مين؟ على الاوميجا اس. تورك ديفلوبد 3 في اي 2 سكوير ار 2 على اس على اوميجا اس. يبقى التي اوتر على التي انر بيساوي ايه؟ تي دي 1 على تي دي 2، او تي دي اوتر على تي دي انر. يعني الاس هتروح مع الاس والاوميجا اس هتروح مع الاوميجا اس. هيتبقى عندك الاي سكوير اللي هو مقلوب مين؟ مقلوب الامبيدنس ديت. يعني تلاحظ ان التي اوتر على التي انر بيساوي تلاحظ ان هو بيساوي ايه؟ الامبيدنس بتاعت الانر سكوير طبعا، اللي هي الريال سكوير زائد الايماجينري سكوير، على الامبيدنس بتاعت مين؟ بتاعت الاوتر سكوير اللي هي 6 من 10 على اس زائد 2 من 10. لما تعوض في المعادله ديت عن اس بواحد هتلاقي ان التي اوتر بكام؟ عند الستارتنج الاوتر تورك ب 5.1 من الانر تورك. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاوتر كيج مسؤوليتها بس ايه؟ الستارتنج. يبقى تاني، في لحظه الستارتنج مجرد ما تشغل الموتور الاوتر كيج بتولد تورك 5 اضعاف الانر كيج. طيب حد يقول لي ده ليه؟ تفسيرك ليه؟ سؤال كده جالك بيقول لك اكسبلين الفينومينا دي، تقول له ليه؟ هتعرف تجاوب يا جماعة؟ طيب نكمل. يبقى الأوتر تورك 5.1 من الإنر تورك. طيب عند سليب 0.02 اللي هو عند الرننج كونديشن، تلاحظ إن الأوتر تورك تقريبا 0.34 من الإنر تورك، اللي هو يعني كأنك بتقول إن الإنر كيج تورك بكام؟ بثلاث اضعاف الاوتر كيج. باختصار المثال دوت هدفه انه يوضح لك مفهوم بسيط جدا، ان عند الستارتنج اغلب التورك بيتولد من الاوتر ايه؟ من الاوتر كيج، لكن عند الرننج كونديشن اغلب التورك بيتولد من مين؟ من الانر كيج. طيب المثال اللي بعد كده هو نفس المطاليب ديت، تعالوا نشوف هنا كده. بيقول لك ايه؟ دبل كيج 3 فيز 6 بول ستار كونكتد اندكشن موتور هاز انر كيج امبيدنس بالقيمه ديت واوتر كيج امبيدنس بالقيمه ديت. بيقول لك احسب الريشيو بتاعت التورك ديفلوبد باي التو كيجز عند الستاند ستيل وعند سليب ب 5%. الجديد بقى بيقول لك ايه هو السليب اللي عنده التورك ديفلوبد بالاثنين كيجز واحد؟ يعني ضيف على كل المطاليب ديت ان هو عاوز يحسب السليب اللي هو ممكن برضو عن طريقه يحسب السرعه اللي عندها التورك بتاع الاثنين كيج بيبقى حاجه واحده او ليه نفس القيمه. يعني الاثنين يبقوا زي بعض. طبعا احنا متوقعين ان عند الستارتنج الاوتر كيج بتكون قيمته اعلى بكتير من الانر كيج تورك، وعند الرننج العكس. طيب فين النقطه بقى الان بتوين اللي هي عندها الاثنين بيساووا بعض؟ هنشوف طبعا الكلام دوت عن طريق المعادلات. فبالتالي جيفن عندك ال 6 بول ستار كونكتد
inner cage impedance بواحد من عشرة زائد جي ستة من عشرة، outer cage impedance بأربعة من عشرة زائد جي واحد من عشرة. يبقى كده طبعا للتأكيد ال outer cage resistance أكبر من ال inner cage resistance، وده المطلوب عشان التيار في البداية بيمشي على السطح، فبالتالي هيبقى إيه؟ فبالتالي هيبقى عندك أغلب التيار ماشي في فبالتالي ماشي على السطح، فبالتالي محتاج مقاومة عالية عشان إيه؟ عشان توفر starting torque عالي. وطبعا الـ leakage inductance بتاعت الـ inner cage أكبر عشان قريبة من الشافت أو بعيدة من الـ من الـ من الـ air gap، فبالتالي مفيش link للفلكس. بعد كده بيقول لك احسب الريشيو زي المطلوب اللي قبله عند الستاند ستيل وعند 5%، ويقول لك ايه هو السليب اللي عنده التورك ديفلوبد باي التو كيرجز ذا سيم، يعني ايه هو السليب اللي عنده الاثنين دول بيساوي ايه، اللي عنده الاثنين تورك بيساوي بعض. طيب هنبدا زي ما قلنا زي قبل كده، طبعا دي الايكوفالنت سيركت اللي عندنا اللي احنا عارفينها، وهتقول تي اوتر على تي انر بالقيم ديت عند سليب بيساوي واحد. هتلاحظ ان التي اوتر واحد وسبعة من التي انر لما تعوض عند سليب واحد. طيب لما تعوض عند سليب 0.05 هتلاحظ ان التي انر 8.6 من التي اوتر، طبعا قيمة كبيرة. بعد كده هتفرض ان التي اوتر بيساوي التي انر، هتلاقي المجهول عندك في المعادلة دي بس هو قيمة الاس. هتحسب الاس هتلاقيه بكام؟ 0.289. يعني عند النقطة ديت التورك اللي طالع من الانر كيج هو نفسه التورك اللي طالع من الاوتر كيج باختصار. طيب المثال اللي بعد كده، سامعين كده يا جماعه ولا ايه؟ باشمهندسين سامعين يا باشمهندس؟ سامعين. طيب المثال اللي بعد كده بيقول لك عندك دبل كيج 3 فيز 4 بول ستار كونكتد اندكشن موتور. الناس تركز معايا، ليه اوتر كيج امبيدنس بالقيمه ديت؟ بيقول لك عند الستاند ستيل الانر كيج رياكتنس باربع اضعاف الانر كيج ريزيستنس. ده معناه ايه؟ يعني ايه الانر كيج رياكتنس اربع اضعاف الانر كيج ريزيستنس؟ حد يجاوب يا جماعة. طيب ده معناه ان ال R inner بتساوي X inner على 4. طبعا ال inner cage زي ما قلت بيبقى ليها leakage reactance عالية وريزيستنس صغيره، فبالتالي هنا كانك بالظبط بتقول ان ليكج اكتنس اربع اضعاف مين؟ الريزيستنس. طبعا هو قايل لك الكلمه دي عشان يقول لك ان في مجهول واحد بس، يعني لو انت جبت الريزيستنس اضربها في اربعه تبقى دي الرياكتنس، او لو انت جبت الرياكتنس اقسمها على اربعه تبقى دي مين؟ تبقى دي الريزيستنس. وبرضه بيقول لك ان الاوتر كيج بيساوي 5.1 الانر كيج تورك عند الستاند ستيل. اول مطلوب بيقول لك احسب قيمه الانر ريزيستنس والايه ورياكتنس. نحسب الكلام ده ازاي؟ طبعا عشان تحسب الريزيستنس والرياكتنس هترجع لنفس القانون اللي احنا عارفينه،
اللي هو قانون فين؟ اللي هو القانون ده. ترجع لنفس القانون ده، جيفن عندك الريشيو بتاعت التي اوت على التي ان، وجيفن عندك الامبيدنس بتاعت الاوتر كيج كلها، وطبعا هنا هيبقى عندك مجهول الريزيستنس بتاعت الانر كيج. هتلاقي المعادله دي كلها فانكشن في مين؟ المعادله دي كلها فانكشن في الجزء اللي هو بتاع الامبيدنس بتاعت الانر كيج. هتحولها كلها فانكشن في مين؟ فانكشن في اما الريزيستنس بتاعت الانر كيج او الرياكتنس بتاعت الانر كيج، وتحسبها ومنها تحسب الريزيستنس او الرياكتنس. طيب بعد كده بيقول لك احسب الريشيو بتاعت الديفلوب تورك للتو كيجز عند 2% زي المطلوب اللي قبله. تكتب المعادله بالشكل ده وتعوض عن الاس ب 2%. بعد كده بيقول لك ايه هو السليب اللي عنده التورك ديفلوبد باي تو كيجز ذا سيم. هتعيد برضو نفس المثال اللي قبله، هتساوي الاثنين ببعض وتحسب قيمه السليب. اعتقد دي سهله. في حد عنده مشكله؟ لحظه يا باشمهندس، احنا بعد ما جبنا التورك اوت على التورك انبوت تمام. لما قسمناهم هنجيب ريزيستنس بعدها ازاي تاني كده؟ بالنسبة لأول مطلوب قصدك؟ اه أول مطلوب طبعا احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا ان تي اوت على تي ان بيساوي ايه؟ القيمة دي. ماشي. صح كده؟ اه يعني احنا قلنا ايه؟ ان التي اوت، ركز معايا كده، احنا قلنا ان التي اوت على التي ان هيساوي ايه؟ بيساوي الـ I out square R على الـ I inner square R. هيساوي R، ركز معايا بقى، R inner على S، صح كده؟ الكل ده سكوير، طبعا الخط زي ما انت شايف كده ايه، حاجة صعبة. زائد مين؟ X inner square. شايف كده ولا ايه ولا؟ طب تمام، على مين؟ على ار اوتر الكل سكوير على اس. طبعا الاس واحد في مين؟ الاس واحد في البسط والمقام، زائد صح كده؟ كل صح. الكلام ده مضروب في مين؟ في R outer على R مين؟ inner. طيب ايه اللي given عندك في المعادلة دي كلها؟ given عندك ال T out على ال T in 5.1، صح كده؟ يبقى كل دوت انت عارفه. تمام. وجيفن عندك الار اوتر والاكس اوتر اهي بكام؟ الاوتر الار اوتر ب 6 من 10 والاكس اوتر ب 2 من 10. يعني جيفن عندك ده، وطبعا الاس الاس بواحد، فبالتالي كل ده انت عارفه وده انت عارفه وده انت عارفه، صح كده؟ صح. فجيب ال طبعا الاس بواحد ار اي، اسف ثانية واحدة بقى، هو قايل لك ان الاكس اي ب 4 ار اي، صح كده؟ يعني كانك بتقول ايه؟ هعوض عنها وبالارقام هجيبها خلاص. بالظبط، هتبقى عامل مشترك هنا وعامل مشترك هنا، كانك بتقول ايه؟ ار واحد سكوير، او كانك بتقول ار واحد زائد اربعه بتساوي رقم.
تطرح الرقم ده من 4 يبقى عندك مين، يبقى عندك قصدي ار انر. بعدين مجرد ما تحسب الار انر تحسب الاكس مين، الاكس انر اللي هي هتبقى 4 منها. فهمت تمام يا باشمهندس، في مشكله فيها؟ لا خلاص. طيب كويس. المثال اللي بعد كده بقى طبعا ده هيبقى اساينمنت عليكم، اللي هو بيقول لك ايه، بيقول لك عندك 3 فيز 400 فولت 4 بول دبل كيج اندكشن مود لي ستاند ستيل امبيدنس. يعني ايه ستاند ستيل امبيدنس؟ يعني امبيدنس عند سليب واحد، يعني كانك بتقول ار انر زائد جي اكس انر او ار اوتر زائد جي اكس اوتر، لان الاس بواحد بالقيم اللي جيفن عندنا ديت. فبيقول لك ان الستيتور امبيدنس بنص زائد جي 1.5. اهمل النو لود كارنت، طبعا منطقي لان انت ما عندكش الاكس ام. احسب السليب اللي عنده تورك ديفلوبد بالاثنين كيجز واحد زي المطلوب اللي قبل كده، وبيقول لك احسب قيمه الانر والاوتر والتوتال تورك عند الستارتنج وعند 4% من السليب. نحل الكلام ده ازاي يا جماعه؟ طبعا ده هيبقى اسايمنت عليكم ان شاء الله هتسلموه المره الجايه، او هتسلموه لما اقول لكم يعني. هو كل الاختلاف هنا بس ان انت عندك ايه، ان انت عندك مقاومه مين، الستيتور بالظبط، مقاومه الستيتور. طيب نتعامل مع حاجه زي كده ازاي؟ حد يقول يا جماعة؟ طبعا انت هنا جيفن عندك الجهد صح كده، وجيفن عندك مجموعة مقاومات، فبالتالي تقدر تحسب اول تيار او التيار اللي في الانر والتيار اللي في الاوتر كيج. هتلاحظ طبعا ان هو هيبقى فانكشن في مين، هيبقى فانكشن في الستاند في الستيتور امبيدنس اللي هي اللي جيفن عندك بنص زائد جي 1.5، فبالتالي هتبقى مقاومة بس ايه، معقدة اكتر مش اكتر، تبقى يعني مقاومة اصعب شوية في الحسابات، لكن نفس السيكونس اللي احنا قلنا عليه قبل كده اللي هو بتقسم اتنين تورك على بعض، ويا اما بتحسب علاقة او بتحسب سليب. تمام، ده عنده مشكلة يا جماعة في الجزء ده؟